وطبعا صناعة القيادات للمستقبل ده سؤال يطرح نفسه من أجيال يعني كل وبعدين بس التغيرات الأخيرة اللي حصلت في بس مش بس في مجال التكنولوجي بس أوسو مجال المناخ تغيرات المناخ وبعدين التغيرات اللي بتحصل بيها بتأثر على الاقتصاد العالمي طبعا يطبق عليه ان احنا محتاجين قيادات جديدة يعني بس لا تقييد فقط بس لازم تقييد الإدارة الأعمال بس تقييد المجتمع نفسه اللي حواليه ما نقدرش الوقت نفصل الإدارة الأعمال عن المجتمع اللي حواليه فمعناه ان في نوع من الريسبونسبيليتي يعني المسؤولية الاجتماعية للقواد فده معناه ان هو مجال القيادة دلوقتي انتسع مبقاش محدد بس على قيادة الأعمال بس قيادة اللي بنسميه الإيكو سيستم يعني قيادة الأعمال والمجتمع معها لأن ده هو اللي طبعا وفي بلادنا احنا خصوصا بلاد العالم العربي وبلاد ده يعني يطبق نفسه بطريقة يعني لازم سريعة جدا لأن التغيرات اللي بتحصل حوالينا محتاجة قواد يكون عندهم بيسموها global view يعني نظرة متكاملة على المستقبل وعلى الحال بحيث انك تقدر المهم جدا ان احنا نفهم المستقبل جايب لنا ايه لان لما نفهم المستقبل جايب لنا ايه نقدر نقول الوقت what kind of leader we have to do يعني ايه النوع اللي هم القواد اللي احنا لازم يعني نحضرهم للمستقبل هي مشكلة مش سهلة يعني الأول نطلب التعليم واللي بنشوفه إحنا في معهد الإدارة في سويسرا معهد الإدارة الدولي في سويسرا إن إحنا بنركز على وطبعاً بيجيلنا يعني شباب كتير من المنطقة وبيشتغلوا معنا إن هو التركيز على عدة محاور المحور الأولاني طبعاً اللي هو اللي بيسموه البريك ثرو تكنولوجي التغييرات التكنولوجية السريعة والخطيرة يعني بس فيها بنوريهم كمان إن التغييرات دي مش مجرد إنها خطر بإنها كمان هي إمكانية للمستقبل تاني حاجة إن المجتمع الحالي زي ما قلت في الجزء الأول من سؤالك إدارة الأعمال لا تنفصل عن إدارة المجتمع فلازم يكون رجال الأعمال ليهم تأثير على المجتمع زي ما هم ليهم تأثير على ده ودي مهمة جدا ده معناها إن إحنا لازم نكون ملتمين بمشاكل المجتمع اللي حوالينا وننضمها جزء من الاستراتيجيات اللي يعني بننظمها للشركات اللي إحنا بندرها فده يعني بيدي للرواد مستقبلا يعني نوع من التحديات الجديدة بالنسبة لهم المخاوف دي فيها كمان زي ما تقول opportunities يعني إمكانيات جديدة تبع ما احنا بنستخدم الذكاء الصناعي أنا متهيألي إن احنا الخوف من الذكاء الصناعي شوية يعني بيسموه يعني بيتمادى فيه شوية الذكاء الصناعي لا شك إن هو بالنسبة كمان لبلادنا فرصة كبيرة جدا إن احنا نقدر زي ما تقول نقدر نعمل كاتش اب يعني نقدر نواصل العالم اللي حوالينا لو استخدم صح ولو استخدم صح ولازم يكون دخوله في مستوى المدارس من المدارس الابتدائية الإعدادية والحاجات دي بس مش مجرد جامعات فقط فاحنا لو استخدمناه بطريقة نقدر نعمل to fill the gap اللي هي المسافة اللي بيننا وبين المجتمعات المتقدمة اقتصاديا فالوقت دي فرصتنا لان الذكاء الاصطناعي جاب ايه الذكاء الاصطناعي جاب ديمقراطيه للتكنولوجيا واخد بالك فالديمقراطيه للتكنولوجيا دي فرصتنا ان احنا نستخدمها ممكن نخاف منها وممكن نستخدمها ان الاول يعني ما انت كنت بتفكر على الذكاء الاصطناعي بتفكر على سيليكون فالي في امريكا على كامبريدج على دلوقتي سيليكون فالي في اي قريه الذكاء الاصطناعي ممكن يستخدم في اي قريه في الكره المصريه او الكره السودانيه او الكره الافريقيه موجود يعني ما عادش فيه تكاليف كبيره اللي هو بقى الفرق بينه وبين ده هاو يستخدم هنستخدمه ازاي فعندنا فرصه تاريخيه للبلاد اللي هي الديفلوبينج كونتريز اللي هي بلاد التنميه ان احنا نعمل نبني يعني نقدر نحصل الشركات البلاد المتقدمه دي فرصتنا احنا لو هنخاف منه مش هنقدر نستغله فدي فرصه كبيره جدا فانا بسميها يعني لحظه تاريخيه في حياه الانسان ان دلوقتي بقى في ايد الشخص اللي هو في قرية في إيده نفس السلاح التكنولوجي الموجودة في إيده واحد في سيليكون فالي احنا عايزين نشوف ما نبصش بس للتأثيرات ونشوف إيه احنا عملنا إيه يعني الأتشيفمنت احنا يعني إيه التقدم اللي عملناه فدي طبعا والقمة هنا وشوفنا اوريدي حاجات المحاضرات اليومين دول فيهم قصص نجاح جبار القمة بتجمع ناس من عندهم مشاكل مختلفة وعندهم حلول مختلفة
ودي يعني القيمة عالية جدا للقمة، ان احنا نقدر نتناقش ونتعاون، وبعدين يعني يكون فيها يعني مثال. يعني أنا أتمنى القمة تستمر بهذه الطريقة يعني.